مختلف الكليات. انا زميلي يكون من كليه الحقوق. اولا حاجه اللي تفهموا عليها لا تعليق القرارات القضائيه، ما نعلقوش على الحكم القضائي، هذه الحاجه الاولى. المحكمه حكمت بحكم معين، مجموعه المحامين اللي راهم معينين هم دايرين الاجراءات، هذه الاولى. ثانيا احنا ضد اي تحطيم تاع املاك الدوله او تخريب او عنف، هذه كاساتذه احنا متفقين عليها. اذا الحكم القضائي خرج صاي، لا تعليق على الحكم القضائي. باش نعطيكم الاجراءات، العائله تاعها اتصلنا بها، راهم موكلين محامين، راهم موكلين محامين من اشهر المحامين، وانا قريت عندهم شخصيا، غادي يجوا رافعوا عليه لوزان تروا سيكون. دونك هذه هي الاجراءات اللي كانت كسموا. الان احنا ما نناقشوش الوقائع على داروا لها منا، احنا فقط رانا جايين متضامنين كحاجه معنويه فقط. هذه هي على اننا زميل. حاجه مليحه الاساسيه ما هي؟ هو انه هذا التضامن اللي راه بيناتنا، التضامن اللي خلق بين الاساتذه هو شيء ايجابي. هذه هي فقط. اذا اي استاذ من قدام صار اي حاجه اذا يكون كاين تضامن ايجابي. هذه هي. وحنا رانا هنايا بشعارات سلميه وكذلك بوقفه سلميه، هذا فقط لنتفقوا عليه. اذا احنا باذن الله سبحانه وتعالى، واللي كتبتها حقيقه حاجه اللي مامن بها نكتب بها. لما يطلع المجلس، المجلس عنده مقودات خبره، تالي عنده 20 عام 30 عام في القضاء، غادي يدرس الملف يشوف كي يسموه ولا غير ذلك من الامور، وغادي يشوف كل الظروف المحيطه بالملف. حنا شنو نديرو؟ عندنا ثقه كبيره في العقاب في العداله تاعنا وفي القضاه اللي عندهم تجربه، وراهم وكلوا له محامين ان شاء الله، وهاد المحامين ان شاء الله غادي يديروا الخدمه تاعهم، وان شاء الله حنا نتمنوا الخير. حنا نقولوها في القانون، نتمنوا ظروف التخفيف. هذا الشيء الاساسي اللي بغيت نقوله، ونشكر الاساتذه على التضامن تاعهم. حتى واحد مره اورغانيزاتور باش يكون على بالنا، قال فلان اورغانيزاتور ولا فلان اورغانيزاتور ولا فلان دعا، هذه متفقين عليها. استاذ خرج ما عنده حتى خلفيات، زميل تاعه راه في الحبس فقط. واش نقول لكم على دخلت الحبس؟ لا، هذه خطتنا احنا. احنا نقولوا انا جايين متضامنين مع الزميل تاعنا فقط. اول كلمه تاعنا احنا ضد التخريب وضد العنف وضد هذه الامور كاساتذه. وهذا هو الشيء، سمحوا لي اساتذه، كاين اللي هنا اقدم مني، كاين الناس اللي عندهم خبره عليا، وكاين اللي راهم كراد عليا، ولكن معليش ربما ديت كلمه شحال عملوا واحد حشم ولا. احنا مادام رانا نتكلموا في اطار القانون، مادام رانا نقولوا كلمه في اطار الحق، يعني ما نخافوا ولا شيء.